السلام عليكم، كيراكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رمضان كريم للجميع. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا ايقونه الجرس باش يلحقكم كل جديد. اليوم راح نحكي لكم على واحد الماسك خاص بالرجال ولا الشباب كيما تحبوا. ماسك مليح بزاف خصوصا للشباب اللي كيما اللي بغاو يجيو بمنظر مليح نهار العيد. ننصحكم بالماسك هذا ومليح بالبزاف، وثمنه ما يتعداش 150 دينار جزائري. واذا حبيتوا الماسك نخلي لكم النيميرو سي سي بي، والماسك هذا نوصل الناس برك اللي في باتنا، وانا باغي ننصحكم بها ومليح بالبزاف، والنتيجه تاعو تبان في غضون 4 اسابيع. وشني هو بالمداومه، ولا كان بغيتو سما ترطيب البشره والاخر وترطيب البشره ونعومه دائما، ننصحكم تستعملوا هذا نورثمان. انا حكيت عليه في لا فيديو سابقه او متواجد في القناه تاعي، روحوا شوفوه. واللي عجباتو حاجه ولا عنده اقتراح يقولنا. ننصحكم بالماسك ما تنساوش تجربوه، والله ماسك مليح بالبزاف.